أهلا أعزائي المشاهدين، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور وحديثنا عن الفداء فداني وأخذ مكاني. رح نأخذ بعض المكالمات أخت رشا. المكالمة الأولى من الأخت سبأ من اليمن. أهلا وسهلا أخت سبأ، أنت معنا على الهواء، تفضلي. سلام الرب يسوع لأختي رشا والأخ نزار. نزار شاهين، كيف حالكم؟ تمام، نشكر رب. أهلا وسهلا أختي سبأ، أنت عم تسمعي الموضوع، وطبعا إذا أنت عندك أي فكرة كمان فيك تسألي يا رشا. يعني هو الموضوع عن الفداء يا أخت سبأ. أنا حابة أشارك بحاجة بسيطة إذا ممكن تسمحوا لي. تفضلي. في ترنيمة أحبها اسمها وفى ديوني يسوع. أيوة. وباليمن في عندنا مثل يقول الدين يقصف الظهر، أي يكسر الظهر بالنص. أنا لما كنت مسلمة، أنا الآن أشكر ربنا قابلت الرب يسوع، لي 8 سنوات مع الرب يسوع، والرب يكمل عمله كمان مع أهلي. أمين. فدائما كنت أفكر أقول يا رب، يعني كبنت أريد أتوب بس بنفس الوقت أريد أعيش عمري. كنت أصلي وصوم بس عارفة أني لسه في أخطاء. وهذا الميزان، يعني ميزان كان كمان مش داخل في رأسي مرة. أشكر يسوع الرب قابلني وقبلت الرب، وشفت لما الدين كنت مهمومة بهذا الدين اللي فيني كيف أقابل ربي، لأني كبنت أريد أدخل الجنة، حاولت بطرقي بس أنا ضعيفة وأرجع أخطأ. فكان دين على ظهري قوي، بس أشكر يسوع أنه بعمله، أي بدمه اشتراني ومحى كل خطايا، وهو كمان وعد أنه مش يمحي الخطايا بس، أيضا ينسيها تماما. طيب بعد ما ينسيها إيه سبب تكون؟ هو كمان وعد بأنه يغيرني ويعطيني حياة جديدة وطبيعة جديدة. كل هذه الأمور شالت الدين اللي على ظهري. وكمان في آية واضحة بأفسس 1:7 الذي فيه لنا الفداء بدمه، وفي آية أخرى أنتم الذين قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. نعم. الآن إذا في أخوان مسلمين يسمعوا البرنامج بيقولوا فداء ودم، يا أخي الكتاب المقدس واضح ووعد إنه ما فيش فداء وما فيش دخولك للجنة إلا بقبولك للرب يسوع وعمله الكفارة على الصليب. بتقول طيب أنا قبلت يسوع، إيش ضمننا بدخل الجنة؟ بقول لك ارجع للمخطوطات، في كثير أدلة تثبت صحة الكتاب المقدس. أنتوا تصدقوا بأرسطو وأفلاطون وهم 4 مخطوطات أو 3، لكن نشكر يسوع، نشكر الرب إنه أمين، حط أكثر من 20,000 مخطوطة والكل تثبت بصحة الكتاب، أي بدقته، أي بوعد الله الثابت. واليوم أنا سألت زوجي ونحن الآن نسمع البرنامج، إيش بالنسبة لك الفداء؟ قال لي الموت عن شخص. سألت ابني قلت له إيش الفداء؟ قال لي النجاة. فالرب يبدي الكل ويخلص الكل. والآن هم برمضان، أولهم أبي وأمي وأهل رشا كمان وأهل الكثيرين العابرين اللي من أمثالنا. نقول يا رب شيل القشور يا رب، نور العيون افديهم برحمتك، نور قلوبهم يا رب. وهذه كانت مداخلتي، والرب يبارك حياتكم واشكركم. ربنا يباركك، ربنا يباركك أخت سبا، يعني فعلا الله يخليك ويباركك، لأنه في كلمات بسيطة فعلا شرحتي شو صار معك ووضحت فكرة الفداء من خلال عمل المسيح.